على بركة الله أعلن لائحة التضامن الصحفي، هي اللائحة الناجحة في المؤتمر الرابع لنقابة الصحفيين الموريتانيين. أشكركم جميعا. رحيم وصلى الله على النبي الكريم. أنا الليلة لا هي في البداية أنا اليوم أصبح أشكر اللجنة المشرفة على هذه العملية التي تمت في ظروف صعبة شيئا ما، وأعتذر باسم المتنافسين إن كان بدرت بعض التصرفات التي لا تليق نتيجة للتعب نتيجة لبعض الضغط النفسي، لذلك التمس منهم العذر نيابة عني وعن زملائي. كما أشكر الزملاء سعيد الحبيب الذي موجود معي الآن، السالك زيد، الزميل محمد سالم النقيب المنصرم محمد سالم الرداه، وأهني الصحافة الوطنية لأنها توجت هذه الانتخابات بهذا العرس هذا المساء طيلة أسبوعين طبعة الشفافية والاحترام، وكان سير الحملة تسير في ظروف جيدة. أنا أشكر السيدات وأشكر الشباب وأشكر هؤلاء الذين عبروا عن أصواتهم بكل حرية وتجرد. أعدهم أنني سأكون ناقبا للجميع وأنسق مع الجميع وسأكون من أجل هذه المهنة وسأكرس وأضحي من أجلها، وأرجوهم جميعا مشاركتي في هذه الرسالة التي تطلب منا جميعا صهر الجهود في بوتقة واحدة. أشكر السلطات العمومية والوزارة الوصية والدولة التي وقفت بشكل محايد وأظهرت نوعا نفس المسافة من جميع المترشحين. هذه خطوة أهني عليها الصحافة، كما أشكر اللجنة على التسيير الحكيم والرزانة على الرغم من بعض التصرفات من التي تصدر تارة هنا وتارة هناك، وواجهت كل هذه الأمور بسعة صدر ورحابته. أنا اليوم أهني الصحافة الموريتانية لأن الصحافة هي التي نجحت في هذا الاستحقاق، ليس النقيب ولا مكتب تنفيذي للائحة التضامن فحسب، وإنما جميع الصحفيين هم شاركوا هم تنافسوا بجد وإخلاص بحرية بشفافية. أعدهم أننا سنكون يدا بيد، وادعوهم إلى ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.